نبدأ برضو ونقول تاني مرة كمان يعني ألف مبروك، وزي ما وعدنا حضراتكم كنا بنقول امبارح كمان ان احنا هنيجي وبإذن الله نقول مبروك ونبارك لنفسنا قبل أي حاجة. مبروك تاني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، التتويج الحمد لله بلقب دوري السوبر المحترفين زي ما حضراتكم شايفين بعد الفوز على الاتحاد السكندري. امبارح اتكلمنا عن المباراة دي وقلنا ان هي هتبقى مباراة صعبة جدا وقد كانت. انت بتتكلم في يعني رابع مواجهات الفريقين بالدور النهائي للبطولة، كانت النتيجة كام؟ 72-70 عشان يتوج بعد كده الفريق بلقب يعني الحمد لله دوري السوبر للمره الثانيه على التوالي. المباراه كانت قويه جدا للي حضراتكم تابعها، كمان كان في نديه كبيره جدا بين الفريقين وتفوق خلالها الحمد لله نقدر نقول لاعبي الاهلي بشكل متميز جدا في تنفيذ كمان الدفاع المنظم والهجمات السريعه والرميات الثلاثيه. حقيقه كان يعني حاجه تشرف، واحنا عندنا مدربين محترمين جدا لما تيجي تتكلم عن السله، تتكلم عن جوستي بوش اللي عامل شغل اكثر من رائع، شخصية كمان محترمة جدا ومحترفة كمدرب وقريب من اللعيبة وعمل اسم كبير والناس كلها في الأهلي عارفينه وجماهير النادي الأهلي، يعني بجد ده بيدل الاسم الكبير بيدل على شغل كمان بيتم بشكل كبير جدا. نقدر كمان نقول إن احنا عندنا يعني مش بس جوستي بوش يا كريم، احنا عندنا مدربين كتير جدا. عندك طبعا كرة القدم مارسيل كولر، نتكلم جوستي بوش في السلة، وعندك ديفيد ديفيس في كرة اليد، يعني عندك مجموعة رائعة جدا طبعا غير كل المدربين المتواجدين. وأي حد بيضاف اسمه لقائمة النادي الأهلي أكيد بيكون بيتمتع بنوع خاص من الموهبة والاحترافية. فإن شاء الله الموفقين في اللي جاي، لكن بجد بجد اللي بيحصل إن إحنا كل يوم تقريبا أو يوم عن يوم بنيجي بنحتفل بدرع جديد لبطولة جديدة في رياضة مختلفة في النادي الأهلي، ده إن دل على شيء فيدل على منظومة محترفة. طبعا ما فيش شك، أنا فاكر في حلقة من الحلقات ابتدينا بعد ما صبحنا على حضراتكم اعتذرنا عن عدم وجود اي كاس معانا، لان بالصدفه كان يوم قبلها يعني. بالصدفه قبلها بليله ما كانش في اي بطوله يعني مشارك فيها النادي الاهلي، والا كان فاز بيها وكنا يعني عرضنا على حضراتكم الكاس او الدرع وقتها.